هنا مسألة أنا أريد أن أذكرها أخيرا، وهي قضية نصيحة للإخوة في قضية طواف الإفاضة. طواف الإفاضة هو من أركان الحج ولا شك، لكن يجوز للشخص أن يبتدئ الطواف من منتصف الليلة، منتصف ليلة العيد، ويمتد به إلى حين خروجه من مكة، ولو تأخر خروجه إلى منتهى شهر ذي الحجة فيجوز له تأخيره. فإذا كان الشخص يشق عليه الذهاب في هذا الزحام، أو يكون سببا لتعب بدنه والإضرار بنفسه، فإن من تيسير الله عز وجل لك أن تؤخره، فيجزئك إذا أخرته وجعلته مع طواف الوداع. فليس لازما أن تطوف في هذه الأيام، وليس متأكدا عليك ذلك، بل يجوز لك التأخير، فتنظر الوقت الذي فيه السعة والذي لا زحام فيه والذي فيه راحة للبدن، فحينئذ تطوف ويحصل لك بذلك الأجر تاما بحمد الله عز وجل.